شكرا شكرا. سيداتي وسادتي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سين جيم، وكالعاده اقدم لكم زملائي وهم الدكتور خميس عبد المجيد والسيده ليلى حسين والاستاذ سليمان الفهد. الفن والطرب من الاساتذه فوزي جمال، سليمان الملا، والمطرب صالح الحريبي. تفضل. كالعادة سنبدأ الحلقة في فقرة أصل الصورة، وحتى الآن نتيجة المباريات السابقة 4-0 4-0 انتصرنا فيهم على اللجنة، وإن شاء الله اليوم كمان ننتصر. يعني ضروري أن تشهر فينا حضرتك، يعني اكتشفوهم قاعدين. سأسميك تشهير العالمي. تشهير العالم. طيب العبد لله يحتاج. على كل حال إن شاء الله اليوم يبيضوا وجهنا ضباط المرور، عندي 3، واحد منهم ضابط ملازم في المرور، واثنين صورة مش أصل، وبنكتشف مين فيهم ضابط المرور الأصلي. اتفضلوا إخوان، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. أيوة، بملابس المرور اتفضلوا. أهلا. دكتور طيب، عندنا 3. اي والله، في واحد اصل واثنين صوره، واحد اصل واثنين صوره، ويمكن حتى لو بتعرفوهم شخصيا بهالنظارات هذه مخفيه شويه من معالمهم. طيب قبل ان نبدا بالاسئله بدنا نعرض عليكم جوائزهم اذا فازوا. في عندنا مجموعه من الجوائز، الجائزه الاولى تتكون من قطعتين سجادة شنوا سوبر 4x7 قدم، سعرها 150 دينار، مع طاولة طعام كروم مع 4 كراسي من معرض عباس على الهزيم. الجائزة الثانية دفتر توفير من بنك برقان مع التأمين، توفير مع التأمين من بنك برقان ب 200 دينار، ومعها أيضا ساعة رادو دياستر كوارز ضد الخدش من محمد عبد الله الباتل. الجائزة الثالثة من ناشونال تتكون من برضو قطعتين،
تلفزيون ملون بال سيكام 20 بوصة ناشونال، والثانية غسالة نصف أوتوماتيك ناشونال. إذا كان إن شاء الله ما اكتشفتوهم حتتوزع الجوائز هذه عليهم. طيب السؤال يبدأ في دكتور خميس اليوم، بركي بيجيكم الحظ دكتور خميس، تفضل. المتسابق رقم واحد، ما هو عمل رجل المرور بصفة عامة؟ رقم واحد، رقم واحد من هنا، من هنا رقم واحد. أيوة، عمل رجل المرور بصفة عامة هو تنظيم وتسهيل حركة المرور في طرق الكويت إن كانت داخل أو خارج المدينة، أيضا عمل ضبط المخالفين وطبعا ضبط المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة لأخذ القصاص منهم. طبعا طبعا هناك أيضا العمل على منع الحوادث وتوفير السلامة لمستعملي الطرق من مارة ومن قائدي سيارات. طيب اكتفيت دكتور؟ نعم طيب. شكرا حمد. تفضل. متسابق رقم اثنين، إذا حصل حادث مرور ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به كرجل مرور؟ أقوم باستيضاح أولا عن الحادث، أي أني أتي إلى مكان الحادث وأشوف إذا كان هناك إصابات في هذا الحادث، فأتصل بالإدارة العامة للمرور أو في إدارة المستشفى لنقل المصابين وإبعاد الجمهور أيضا والتجمهر أمام الحادث، وأخطط مكان الحادث حتى أكتب عنه تقرير إلى الإدارة العامة. كويس دكتور اكتفيت؟ شكرا يا متسابق رقم ثلاثة، ما هي الرتب العسكرية في الداخلية؟ الرتب العسكرية تبتدي من خفير ثم فرد من من خفير إيه؟ ثم فرد خفير؟ خفير أيوة اللي هو حارس السواق يسمونه وفرد وكيل عريف وعريف ورئيس عرفة وملازم نجمة، ملازم أول نجمتين ونقيب ثلاث نجمات، رائد تاج ومقدم تاج ونجمة، عقيد تاج ونجمتين، وعميد تاج وثلاث نجمات، ولواء سيفين متقاطعين وتاج. طيب أنا راغب إنه الأخ جاوب على السؤال، لكن عندي ملاحظة للدكتور خميس، يعني هذا ما بيدلك إن كان هو ضابط مرور أو مش ضابط مرور. أي ضابط بيعرف الرتب هاي، يعني ركزوا أنتوا عشان تعرفوا مين فيهم مختص بالمرور، في خفر سواحل، في نجدة، في مرور، كل واحد اختصاصه. طيب ست ليلى تفضل. سؤال للمتسابق رقم واحد، عادة احنا عندنا الشوارع العريضة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة خطوط، ما هو الخط السريع؟ ما هو الخط السريع بالثلاث خطوط؟ ثلاث الخطوط اللي باليمين ولا اللي بالشمال ولا اللي بالوسط؟ نعم، الخط السريع هو الخط المتصل الذي لا يمكن تجاوزه، أي أن السيارة إذا صار سيارتين على الخط السريع لا يمكن للسيارة الخلفية أن تتجاوز السيارة الأمامية. لا جوابك مش واضح. ما جاوبت سؤالي. أي هو الخط السريع؟ الحين احنا عندنا الشارع مقسم ثلاث أقسام، واحد هالصوب واحد هالصوب واحد هالصوب، اللي مسموح اللي بيمشي سرعة وين مسموح ليمشي؟ الخط الأيسر. الأيسر يعني اللي بده يكون يسرع يمشي بسرعة، اللي بده يمشي على البطيء يمشي على اليمين، وبعدين على الوسط فوسط، وعلى اليسار بيقدر يسرع، مش هيك؟ ولو انه ممنوع السرعة وانا اخذت مخالفتين عليها بس خلص هلا الضابط بنكتشفه. طيب سؤال ست ليلى. السؤال الثاني، بالنسبة للدوار، أولوية المرور لمن في الدوار؟ أيوة هذه مشكلة فعلا فعلا. سؤال محمد رقم اثنين. أيوة في الدو في الدوار في المياه، أولوية المرور لمن؟ الكويتي طبعا. في دوار وفي تقاطع، في دوار وفي تقاطع. ما تجوز عبد الله. أيوة
خلينا نسمع الدوار. لا لا انا اقصد الدوار. الدوار ايوه. اذا كان الشخص دخل في الدوار مباشرة يعني كان موجود في الدوار تعتبر أولية المرور له، وإذا جاء شخص آخر يعني مسرع في الحالة هذا يعتبر مخالف، لأن اللي دخل في الدوار فعلا سواء كان جنب اليمين يعتبر في الحالة هذه أولية المرور له. لا مش هذا الجواب، عم تقول لك أنا جاء على الدوار وسيارات فيه في الدوار سيارات. نعم. أنا جاء على الدوار، هل الطريق إلي اللي الدوار, الدوار طبعا اللي داخل, داخل في الدوار, الدوار لا اللي في داخل الدوار هو أولوية المرور للقادم. اي نعم على اليسار. طيب هذا اليسار. النظام هذا النظام هل كان معمول فيه في الكويت قبل تقريبا اكثر من 5 سنوات ولا جديد؟ لا جديد. جديد اي نعم صح. سؤال رقم تزرقتي السؤال هذا ببلاش. هاي ببلاش. اي يلا. كان أولية المرور لليمين. ايوه طيب ولو انه ما حد قاعد يسويها كل واحد سبق لبق بس يعني ما يخالف. طيب رقم 3. رقم 3 شنو هي مخالفات المرور اللي يجب ان تذهب الى المحكمه؟ مخالفه اسمها الفهد. يعني في مخالفات مرور يستطيع ضابط المرور انه يحلها وهو واقف بالموقع، وفي مخالفات مرور يجب أن تذهب إلى المحكمة. ما هي مخالفات المرور التي يجب أن تذهب إلى المحكمة؟ حسب اعتقادي أن المخالفات اللي تحال للمحكمة هي المخالفات اللي ما يراجع صاحبها الإدارة ويدفع أمر الصلح، لأن إذا دفع صلح مخالفته ما تحال المحكمة. أما إذا ما راجع يعني لا ما تبص وراك. لا ما يصير. عجبني صوته الحين. عجبك صوته. أصله مذيع. في الحالة هذه إذا ما دفع الصلح تحال مخالفته للمحكمة، والمخالفات اللي ما جاز القانون الصلح فيها هم بعد تحال للمحكمة. طيب شنو المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها؟ يعني مخالفة السرعة يجوز الصلح فيها، مخالفة الإجازة عدم وجود الإجازة هل يجوز الصلح فيها ولا لازم تروح المحكمة؟ ما أدري، أنا حسب اعتقادي أن اللي ما عنده إجازة هذه يعني أكبر مخالفة بالمرور، وأعتقد ما يجوز فيها الصلح. ما ايه؟ ما يجوز فيها الصلح. ما يجوز فيه. تروح المحكمة. تروح المحكمة. اللي ما عنده ليس انها تعتبر تروح المحكمة. حسب اعتقادي تعتبر يعني عجزا مخالفة. طبعا هذه غلط كبير. طيب. خلاص. يعني عدم السواقة بدون ليس صعبة يعني خطر. لا يعني الواحد يكون ناسيها في البيت يروح المحكمة ولا شلون؟ يعني أنا على فكرة حاطط صورة لليسن في السيارة. سبحان الله يمكن انساها، لكن اظن قانونيا ما راح يقبلوها. صح. لان الصوره ما تنفع. صح. بس يعني بصدقني اني ما بكذب على الاقل. تفضل. خلاص. اوكي، استاذ سليمان. سؤال متسابق رقم 1. في ناس بعض الناس يتصورون يشوفون بعض الارصفه مدهونه باللون الاسود والابيض. يتصورون انه هذه البلديه مسويتها الزينه ولا استقبال رئيس ولا عيد الوطني. فسؤالي الحقيقة شنو ماذا يعني دهان الرصيف باللون الأسود والأبيض؟ الحقيقة الإدارة العامة للمرور لما قامت بدهان الأرصفة مثل ما ذكرت حضرتك باللونين الأبيض والأسود وأيضا باللونين الأصفر والأسود، ما قامت بذلك إلا لأجل قصد معين أو شيء تقصده من وراء شيء. فدهان الأرصفة باللون الأبيض والأسود معناه أنه يسمح بالانتظار في هذا المكان. متى ما وقفت في مكان في دهان أبيض وأسود بإمكانك أن تقف دون ما أن تنتظر من رجل مرور أن يحرر لك مخالفة. إنما العكس صحيح، بالنسبة للأسود والأصفر ممنوع الانتظار في هذا المكان، ووقوفك يعرضك للمخالفة وغرامتها 5 دنانير بالمناسبة. الابيض واسود يعني أبيض مسموح مش ممنوع يعني مسموح أي. مسموح انما الاصفر والاسود غير مسموح. طيب
السؤال الثاني. السؤال الثاني للمتسابق رقم 2، انه لاحظ احنا كثير من الشاحنات تكون شايله مثلا رمل وحصم وغير مغطاة. نعم. يعني تكون انت ماشي ممكن ذرات الرمل تيجي في عينك او تكسر لك الجامه الى اخره. السؤال حقيقه هو شنو المخالفه؟ مخالفه الشاحنه اللي ما تكون مغطاة. طبعا يغرم صاحبها 15 دينار في حالة الصلح، وإذا رفض ذلك وأدانت المحكمة تضاعف العقوبة. نعم. يمنع يعني أن تمشي السيارة أو تسير سيارة مكشوفة. طيب اكتفيت. والله يا أخي حيروا الوسطاني، مو ضابط بوليس أو ضابط مرور، ضابط إيقاع. ضابط إيقاع يبين عليه شديد. بس يعني قاعد ينغم الكلام و شنه مطرب. شنه مطرب. والله حيرتنا يا ابو الحسن. اي والله انا اليوم بدي اربح كمان. نبي نرد اعتبارنا دكتور. والله حرام عليكم، تعبوا بقالهم شهرين بيذاكروا وبيشتغلوا وبيحضروا حالهم. جايب لنا ممثلين انت يعني. زين اخوي نمره 3، يعني في رخص أجنبية تكون موجودة معاك في أي بلد تستبدل بالرخصة الوطنية، يعني شنو الرخصة الأجنبية؟ تجيبها الكويت يعطوك رخصة كويتية بدون ما يفحصونك. ما أقصد طبعاً كرت واسطة ولا لا، رخصة أجنبية تجيبها رسمياً يعني. رسمية يعني معترف فيها دولياً، تجيبها على طول يعطوك إجازة قيادة كويتية بدون فحص وبدون واسطه. بدون فحص وبدون واسطه. اي طيب بدون فحص وبدون واسطه. ايه اي نعم. سؤال انا يمكن اجاوبك الشق الاول اللي هي بدون فحص بدون واسطه، ما ادري يعني. أنا ما اعلم. حلوة. هو يعني يمكن ما في هناك إجازة معينة، لكن هو حسب القانون يعني حسب ما أعتقد يقول إن المدير له حق يعفي صاحب أي إجازة أجنبية في من الاختبار، وإذا عفى المدير يمكن ماكو إجازة معينة. يعني ما في رخصة معينة، مثلاً رخصة لبنانية، سورية، إنجليزية، سويسرية، اللي أوتوماتيكياً تعفى، لازم تعرض على مدير الإدارة وهو بيقرر. هو اللي يقرر. هيك فهمت من جوابك. أعتقد هو اللي يقرر. هذا رأيك أنت. نعم. طبعاً طيب. والله برضو بحيره. طيب أنا طبعاً عارف مين هو، لأنه طول النهار إحنا قاعدين سوا، بدي أسأل شوية إشارات مرور وأشوف إذا كان بيعرفوا ايش معناها، واذا ما بيعرفوا ايش معناها يعني مشكله. هذه يا رقم 1 ماذا تعني؟ لو سمحت بعيد وايد عليك انت. ها بعيد وايد، ما نشوف بعيد. طيب انا شايف رقم 1 هذه ايش؟ نعم. مقلوبة. اسف. ايه مقلوبة لا انت اسكت. اوكي اي هذه ايش معناها؟ امامك طريق رئيسي. امامك طريق رئيسي. نعم. طيب صح، مش لازم اعطيكم انا انطباع انه صح ولا غلط، انا عم بسال زيكم. انا معكم. صح جوابه صح. طب جوابه صح، جوابه صح. هذه ايش معناها رقم 2؟ ممنوع الدخول قطعيا عند مشاهدة هذه العلامة. صح. رقم 3 يعني أنا لو تسألني أعرفهم هذول. ماني لا معلش مرة. معلش تسأل أنا هذول، بس أنا بهمنيش هم يعرفوا، بهمني كمان الجمهور يعرف. هذه ممنوع الانتظار. ممنوع الانتظار صح قطعية. طيب وهذه طبعا إذا كان في جسر أظني قديش ارتفاع الجسر بيكون، وهذه قف وهذه في انحناء. طيب هدول سؤالي الآن بدي أعرف فعلا
لما اجتمعنا بالإخوان في مرة سألت الملازم نفسه قلت له لو نزلت أنا الحين ولقيت واحد ساكك على سيارتي إيش لازم أعمل؟ فعمل لي محاضرة كيف إنه أنت تتصل رأساً بيجي الونش بيشيله ومش عارف إيه والآخرية، وفعلاً نزلت ولقيت واحد ساك على سيارتي اللي أنقذني الحياة شرطي تاني في إنه طلع لي السيارة والآخرية دبرني. إيش غرامتها هاي يا رقم ثلاثة؟ إيش تصرف شرطي المرور لما يلاقي سيارة ساكة على التاني؟ إيش لازم يعمل؟ أنا خبرتك إنه في واحد ساكك علي، إيش تعمل؟ أجيب أنا؟ وضح سؤالك. السؤال السؤال لرقم واحد. ليه؟ لما تحصل أي سيارة مسكرة على سيارتك بإمكانك أنك تتصل بالإدارة العامة، وهناك ونش مخصص يقوم بسحب السيارة للإدارة العامة للمرور، وطبعا الشخص المخالف اللي هو صاحب السيارة لربما أثناء سحب السيارة من المكان المخالفة إلى الإدارة اسمعونا بالله شوي إيه؟ سيارته تعرض إلى بعض التلف يعني أثناء اصطدامها بمقدمة السيارة في مؤخرة الونش ربما الإضاءة الأمامية تنكسر أو شيء من هذا، فالإدارة غير مسؤولة أولاً عن أي خلل يحصل بالسيارة أو أي تشويه في الهيئة أو في أي جزء من السيارة. طبعاً مخالفتها 5 دنانير في حالة الصلح، وفيما لو رفض الشخص أن يصطلح مع الشخص اللي مسكر عليه ومع الإدارة نفسها طبعا تضاعف المخالفة، الإدارة تقتطع أو تخصم أو تأخذ من الشخص المخالف 5 دنانير أجرة الونش أجرة الونش، وأيضا أرضية يعني ممكن أنا سيارتي تسحب وتترك في الإدارة. أنا اكتفيت لرقم 2 نفس الموضوع تبع صك السيارة لأنه دابح قلبي. في واحد بصف السيارة بعد نص ساعة بيجي وأنت بتكون عرقان بتقول له يا أخي بقول لك شو صار؟ إيه السؤال بالموضوع نفسه هذا. لو صار الشيء معي هذا أنا في الأحمدي وين بلاقي سيارتي لو صكيت على واحد؟ في الأحمدي ولا في الكويت؟ سيارتك تلاقيها طبعا في الإدارة العامة للمرور مسحوبة هناك، يكون سحبها ونش من قبل إدارة العامة للمرور، يغرم صاحبها ويدفع أيضا أرضية عن اليوم ربع دينار، وتضاعف طبعا العقوبة عند عدم دفع. السؤال رقم 3 سأل الأخ سليمان عن الخطوط البيضاء والسوداء على الأرصفة، وبدي أسألك عن الخطوط السوداء والصفراء إيش تعني؟ سدود الخطوط الأرصفة إيش حكايتك؟ الأرصفة اللي بتكون مدهونة أسود وأصفر، لا بتشوف ولا بتسمع بتقول لك قرب لي. الأب أسود وأصفر، أنت بتشوف ولا عندك عمى ألوان برضو أصفر وأسود بتشوفهم؟ لا النظارة اللي أعطيتني إياها ظاهر مو نظيفة. أسود وأصفر إيش معناها؟ يا ممنوع الانتظار. ممنوع الانتظار؟ اي يعني هذه معناها ممنوع؟ ممنوع الانتظار. طيب القرار تفضلوا. رقم واحد. رقم واحد. رقم 2 الحقيقة يا أخ شريف أنه طريقة الأسئلة بدي أوضح على لماذا اللجنة تفشل. هلا صوت وبعدين لا قبل ما اصوت فلسفيا الحقيقه نحن بنسال سؤال واحد فقط لكل شخص، فهذا صعب جدا بسؤال واحد تعرف هل هو فعلا يعرف جميع نواحي مهنته. بس دكتور احنا صرنا هلا تقريبا 25 دقيقه في البرنامج. نعم. او نص ساعه. نعم. وبنقدرش نعطيه اكثر لانه في عندنا انا فاهم عامل وقت بس عايزين نبرر لماذا نحن ما نجحناش كثير. هذا وبعدين هنا هلا قرر قبل المحاضره على كل الحقيقه هي بين واحد وثلاثه. طيب وانت ايش رايك؟ اللي ثلاث مرات بقول واحد ولربما تزبط هالمره. اذا 2
بيقولوا رقم واحد، إذا كان رقم واحد هو ضابط المرور الحقيقي معناها الضباط انكشفوا أو الضابط انكشف، وواحد من الإخوان أو الست ليلى بتقول رقم اثنين والحقيقة رقم واحد يا ضابط المرور اللي سموك ضابط مرور، ممكن تعرفنا على نفسك وتشلح النظارة والكاب. أحمد شمس الدين، مذيع في البرنامج الثاني. أحمد شمس الدين. رقم اثنين اللي اختارته الست ليلى. لا لا ولا أصلع. لا. حسام ملا علي طبعا مذيع في الإذاعة الكويتية. حسين ملا علي مذيع في الإذاعة. الحين معقول نشوف. والثالث تفضل عرفنا على نفسك. ضابط الادعاء العام بالإدارة المرور مهدي العنزي، ما لازم أول. يا هلا. الحقيقة صدق الأخ سليمان، صدق أنه أنا جايب فرقة شعبية للتمثيل، فرقة التمثيل. طيب تفضلوا عندي، تفضلوا خذوا جوائزكم، مبروك. هذه خامس مرة سليمان، 5-0. تفضلوا. متعمدين. تدري أنت. تفضل يا أخ، أنت إلك الجائزة هذه اللي هي تلفزيون ملون وغسالة نصف أوتوماتيك ناشونال، وأنت إلك دفتر توفير من بنك برقان ب 200 دينار، ومعاها كمان فريزر، لا شو اسمه؟ رادو، ساعة رادو، آسف. ساعة رادو قلنا. ساعة رادو. وأنت يا أخ حسين لك سجادة شنوا سوبر من الهزيم مع طاولة طعام ستينلس ستيل. شكرا يا اخوان. يا هلا، مع السلامة. مع السلامة، حيا بدعته. مع السلامة. تفضل تفضل. ايه قول قول، احكي احكي. ايه انت ضابط، ما اقدر احكي معك هلا. ايه تفضل. يعني بغيت يعني ابين ان الاخوان يعني الحاضرين واللي راح يشاهدون برنامجنا، اظن اقرب عليك عشان يطلع صوتك، بدي اقرب عليك انا. اقعد اقعد اقعد. انه في الحقيقه في ظاهره يعني جدا يعني مو زينه، يعني ربما تحصل عن غير قصد يعني من اخواننا، خاصه اللي يقودون السيارات. مثلا لو كان هو في وضع مخالف ويا له شرطي او رجل مرور قال له سمحت اعطني اجازتك ودفترك، انتم تعرفون القانون ان لرجل المرور الحق للاطلاع على اجازه والدفتر في اي وقت، في اي وقت. وانت ما دام حطيت نفسك في وضع مخالف، من حق رجل المرور ان يطلع الاجازه والدفتر، دفتر ترخيص المركبه. ليش؟ يطلع، لان ربما انت يعني شاف سياقتك او قيادتك غير مضبوطه او فيها شوي يعني رعونه او مو كامله، او انت في وضع مخالف، فيقول لك لو سمحت اعطني الاجازه والدفتر. فالمفروض فيكم او سائق، اي سائق يعني، انه يكون يتقبل الشيء هذا ويعطي الاجازه والدفتر للشرطة المرور، وبعدين استوضح شنو المخالفه اللي ارتكبتها. يعني ما يمتنع عن تقديم رخصة القيادة، لأن القانون يخالف على الامتناع عن رخصة القيادة، تقديم رخصة القيادة. وأعطيكم مثال، لو أنت واقف مثلا في مكان مثلا ممنوع الوقوف انتظار بسيط، أو أنت مثلا وقفت على الرصيف برهة بسيطة، مخالفتك 10 دنانير، لو يا رجل المرور طلب منك إجازة والدفتر وامتنعت، راح تحمل نفسك مخالفة أنت غني عنها، قرامتها بس 15 دينار. مو بس غرامة، وراح تتعرض انه ممكن تعرض على المدير العام ويطبق عليك احكام المادة 42 من القانون، وهي سحب الرخصة، رخصة القيادة وترخيص المركبة اداريا. نعم، عظيم. طيب على كل حال نصيحة الاخ الملازم بواسطة جاء لكم، واحنا نشكركم ونشكر الملازم، اهلا وسهلا. شكرا. حتى نكسب الوقت، كيف واخواتها نفس اللعبة اللي عملناها الاسبوع الماضي. تفضل يا اخ، وتفضل يا اخ، تفضلوا هنا. تفضلوا. تفضلوا بسرعة. نتعرف عليكم. دقيقة شوي والله، اسمعونا. حسين بجرة. حسين بجرة. تشتغل؟ مدرس. مدرس شنو؟ لغة عربية. مدرس لغة عربية حسين بجرة. الأخ محمد المسلم. محمد المسلم. تشتغل؟ طالب. طالب شو؟ بمعهد التكنولوجيا. تكنولوجيا. طيب حط لي السماعة يا أخ مسلم. اسمك الأول علي؟ علي. علي مسلم. علي محمد. محمد. محمد وحسين. ها؟ طيب يا إخوان، قبل ما نبدأ في الفقرة عشان أحمسكم، جوائزنا لهذه الحلقة
شارب ساعة نسائية عقد شارب في جائزتين نفس الجائزة يعني متشابهة، وعندنا مفروشات وأباجورات من البيت والحديقة بالسلمية ب 150 دينار، وعندنا ساعة سيتيزن كوارتز من عيسى حسين اليوسفي سعرها 50 دينار. واللي بيفوز بالآخر عنده من العالمية للإلكترونات ستيريو بينيتون مع سماعات مع مجموعة أدوات مطبخ ماركت سيمنز. كويس؟ جوائز حلوة، وكل جائزة ما بتربحوها من حق الجمهور الموجود في الاستوديو. انتوا المرة الماضية إذا كان شفتوا البرنامج مش ضروري أشرح لكم شلون، الآن واحد منكم يبدأ يرمي زهرة. تفضل. رقم 4. طيب يا أخ محمد شوف حظك، ارمي زهرة. رقم 4 كمان مرة. شو هذا ما بتوقف؟ رقم 2 محمد 2 وحسين 1. انت 1 وهو 2، اذا محمد يبدا اول. طيب يا اخي محمد اكبس ارمي زهره عشان نعرف ايش الموضوع. رقم 5. رقم 5 للاخ محمد، عندك ماذا؟ بدنا نسالك سؤال في ماذا؟ لو اجت على 4 كان اخذت جائزه من شارب. طيب ماذا يا اخ محمد؟ وين ماذا؟ السؤال رقم 131. 131 حنسمع، خد بالك حنسمع اغنيه، حيغني صالح اغنيه وبعدين بندخل في اغنيه ثانيه بدنا نعرف ايش هم. محمد ايش غنى؟ هو بدا في اغنيه لما تناوي تغيب على طول، ولانها من نفس المقام، مش بسموها نفس المقام، دخل في اغنيه ثانيه من نفس المقام. ايش الاغنيه اللي انتهى فيها؟ هم اول شيء لما تناوي تغيب على طول، بعدين بدي الاغنيه الثانيه.
ماذا هي الأغنية الثانية؟ لما انت ناوي تغيب على طول بعدين دش بدون أن يدري أحد تسلل إلى أغنية ثانية. اللحن متقارب يعني طبعا وعشان كده يعني خمنا. لحن متقارب. عندك فكرة؟ لا والله. نعم هو غنى اتفضل أخ صالح تعيدها؟ سمعنا يا يلا. أنا زرني طيفك في منامي قبل ما أحبك طمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك عايز أعتبر لكن خايف يروح يقول إني بحبك ولو داريت عنك حبي تفضحني يا عيني بهوايا خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا ولو داريت عنك حبي تفضحني يا عيني بهواي. ايش الاغنية الثانية؟ ايش الاغنية الثانية غنى لك اياها مرة ثانية؟ الاغنية الثانية؟ ايه اللي غناها؟ ايه احنا قلنا الاولى احنا قلنا ايش اسم الاولى بدنا الثانيه خايف اقول خايف أقول اللي بحبه سمعتها من ورا السماعات لا والله حشوه ايش لمين هذا مين بغنيها محمد عبد الوهاب برافو عليك صح خايف اقول اللي في قلبي طيب الان اكبس زر عشان نشوف ايش زهرتك برافو من ماذا اعطينا اكبس ارمي زهرك رقم خمسة وإيش عندك أنت وخمسة نمرة عشرة تستاهل جائزة سيتيزن ساعة سيتيزن بدون ما جاوب أو سؤال إلك ساعة سيتيزن من عيسى حسين اليوسفي دون أن تجيب على سؤال لأنك وصلت رقم عشرة إذا إجاك واحد الحين على رقم 11 بدك ترجع خطوتين خد بالك يلا أخ حسين اثنين إذا أنت عندك متى مش هيك متى يا أخ حسين المعروف أن أبا جهل من ألد أعداء الرسول عليه السلام اسمه عمرو بن هشام كنيته أبو الحكم من سادات مكة أشار على قبائل قريش الاشتراك في قتل الرسول ليلة الهجرة حتى يتوزع دمه بين القبائل سؤالنا متى قتل أبو لهب في أي معركة؟ في معركة بدر بدر أم فتح مكة؟ معركة هي بدر صح 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 تفضل لا لا الان اكبس زر انت ايوه استنى شوي هو عمل مرتين وهذا لازم يعمل مرتين عمل مره واحده تفضل ايه كمان اثنين انت كله على الاسئله ما تيجي على الجوائز رقم اثنين ماذا اثنين واثنين أربعة ماذا؟ لا شهر
شارب؟ إيه والله مبروك. مبروك مبروك. إذا شارب بدون ما نسألك أي سؤال إلك ساعة عقد شارب. نرجع لمحمد. اضرب. أيوة اضرب حظك. زهرة يا رب واحد. إذا إجاك واحد ولا شيء. بوش بوش. واحد واحد. إذا أنت تتراجع خطوتين، تتراجع خطوتين من عشرة، من كان أنت كنت في عشرة بدك تتراجع خطوتين إلى لماذا؟ ارجع لثمانية. ثمانية طبعا خطوتين، مش كان في عشرة؟ كان في عشرة بده يرجع تنتين، بده يرجع تنتين. ها؟ لماذا؟ لماذا يا أخي محمد؟ انتبه لي لهالسؤال. لماذا؟ اسمعونا بالله، خلونكم معاي شوي يا سطر يا أخير. لماذا تلبس الأمهات أطفالهم من الأولاد الملابس الزرقاء وأطفالهم من البنات الملابس الزهر؟ في يعني تقليد إن الأولاد بلبسوهم أزرق، الأمهات بلبسوهم أزرق والبنات بلبسوهم زهر. ليه؟ لماذا؟ لماذا الأمهات بلبسوا الولد أزرق ولماذا بلبسوا البنت الأطفال زهر عند الولادة خصوصا؟ سؤال مهم شيك. بالنسبة لي أنا مو متزوج يعني على فكرة. مو متزوج. أنت ملاحظة الملاحظة هاي إنه الأولاد عادة حتى لو بدك تهدي طفل تهديه شيء لونه زهر، والبنت تهديها شيء لونه أزرق، والبنت زهر. حتى بالفرش غرف النوم بتلاقي اللون الزهر للبنات والأزرق للأولاد. السؤال انتبه له كويس، لماذا يلبس الأمهات أطفالهم الأولاد أزرق والبنات زهر؟ تعرفوا ليه؟ ست ليلى بتعرفي؟ ها؟ إيش بتظن الجواب؟ لا. تعرفوا ليش بلبسوهم أزرق وزهر؟ عشان الأطفال بيعرفوش يلبسوا وحدهم. شلون؟ طيب السؤال لحسين. لا سؤالك أنت، أنت وين واصل؟ شار؟ ادرع العب. شيك. رقم 2 و 4 6 على من وما. من وما؟ آخ إجت لك يا صالح، جاي عبرك تغنيها. 103 103 جاي عبرك تغنيها. طائر الشوق أغني ألمي يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء وتجني القادر المحتكم وحنيني لك أكوي أضلعي وحنيني لك أكوي أضلعي والثواني جمران إنني أعطيت ما استبقيت شيئا أعطني حريتي أطلق يديّ
استبقيت شيئا. من قيدك أدنى معصمي. من قيدك أدنى معصمي. لما أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصونها. وإلى ما الأسر والدنيا لدي. طيب هذه الأغنية إيش اسمها؟ أنت بتعرف الأطلال. طيب مفرد الأطلال إيش؟ المفرد الأطلال جمع. المفرد المرة الماضية قلنا طلال هو الطلة البهية. إيه اسمعونا مش حيسمعوكم لبسينهم السماعات فهو حيفكر لحاله مش حيسمعكم بسمعني أنا بس. الأطلال مفردها طلة يعني طل طلة يعني. الأطلال يعني ال ال الآثار أو الأشياء المهدمة إيش مفردها؟ طل يعني. طل يعني طل طل طهر يعني. لا هذاك طل من الباب. ما عندي. الأطلال مفردها تعرفوها؟ مش طلال مش طلال خليه أسمعوا طلل طلل جمعها أطلال. طيب خليك محلك محمد. أيوة إيش أنت فين واصل محمد؟ ثمانية. أنت في ثمانية لماذا؟ ما سألناك لماذا؟ أسألناك لماذا آسف تفضل. إيه إيش طلع لك؟ أربعة وثمانية اتناشر على كم؟ هلا أنت استنى على كم نرجع الأخ. أنت فين يا أخ؟ في من؟ لساك في من وما؟ طيب سألتني. نعم سألتني فيها الأسمرة ثانية. لا ما أنت لسا أنت دور ثاني هلا دور ثاني في من وما. طيب عاش الشاعران أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في عصر واحد وكانا صديقين. مات أحدهما اثنين ماتوا في نفس السنة بس واحد سبق الثاني سنة 1932 وعند وفاة الأول الثاني رثى بقوله قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. من هو الراثي يعني مين اللي ما ماتش أول؟ اللي قالها أحمد شوقي ومتوفي الحافظ. يعني أحمد شوقي رثى حافظ إبراهيم. نعم. متأكد؟ متأكد 100%؟ 1000%. وتوفى بعده بحوالي شهرين. صح صح. اكرس. كمان اثنين. انت فين الحين سرت؟ سرت في 8. ها 8 لماذا؟ استنانا في نيجي لكم. هلا انت في 8 هو في 12 نيجي لكم. كم تقطع النحلة الشغالة في رحلاتها لإنتاج كيلوغرام واحد من العسل؟ طبعا مش هتعرف أنا أعطيك رقمين تختار واحد منهم. عشان النحلة تنتج كيلو واحد من العسل هل تقطع طيرانا عشان تجيب الرحيق وكذا 24,000 كيلومتر 24,000 كيلومتر أم 240,000 كيلومتر مشان كيلو عسل واحد اللي بناكله بالسهرة؟ إيه 24,000 كيلومتر 24,000 كيلومتر تقطع النحلة في حتى تعمل كيلو عسل واحد. متأكد 100%؟ 240,000 كيلومتر النحلة تقطع حتى تعملنا كيلو عسل. يعني كل رحلة تعملها هي حوالي 5 كيلو تقوم بحوالي 48,000 رحلة. أي يعني عشان النحلة تعملنا كيلو عسل تدور حول الأرض 6 مرات. ست مرات رحلتها حول الأرض حتى تجمع كيلو عسل واحد. طيب كويس. ها؟
السؤال لي الحين. السؤال انت 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 لساك في كم؟ خليك قاعد استنانا. حسين انت وين هلا؟ في لماذا؟ لماذا يا حسين؟ لماذا اطلق الرسول عليه السلام على سيدنا عمر لقب الفاروق؟ لانه كان شديد وياخذ يعني كان شديد. الفاروق ايش معناها ولماذا اطلقت على عمر؟ الفاروق لانه ياخذ الحق. ايوه يعني يظلم يعني يعني اذا كان واحد مظلوم ياخذ حقه. ايوه كان واحد ظالم يهم نفس الشيء ياخذ حقه حتى يعطيه. اذا الفاروق هو العادل اللي بياخذ الحق بيعطيه يعني اللي بيعطي الحق لنا لاصحابه. اذا انت صح. لماذا صح؟ اكبس ارمي زهره. واحد وثمانية حظك وحش. واحد وثمانية تسعة. استنانا في أين نشوف الأخ الأخ كم كم يا سيدي. دول الأوبك 13 دولة مصدرة للنفط منها 7 دول عربية إذا مش متأكد يمكن من الرقم. المهم 13 أيوة 7 منهم عربية يعني حوالي النص عرب. وتنتج دول الأوبك يومياً حوالي 30 مليون برميل. كل دول الأوبك تنتج يومياً حوالي 30 مليون برميل. كم برميل تنتج الدول العربية 7 من هذه الكمية من 30 مليون؟ هل تنتج 10 مليون من 30 أم 20 مليون من 30؟ كم؟ 10 مليون أم 20 مليون؟ يعني ثلث البترول أو ثلثين البترول؟ 20 مليون. 20 مليون ثلثين البترول تاع الأوبك تنتجه الدول العربية 7. متأكد 100%؟ وصح. برافو. هلأ أنت في رقم 12 معناها أنت وصلت الجائزة الأخيرة ومبروك عليك. إذن الجوائز هي كما يلي. الأخ محمد مسلم أنت إلك شارب مش هيك؟ مين كمان أخذ شارب؟ أنت كمان أخذ شارب؟ اثنين اخذوا شارب. وما حدش ربح البيت والحديقه ولا في حد؟ نعم. مين ربح البيت والحديقه؟ ولا حد. انا ساعد سيتيزن. انت ساعد سيتيزن مظبوط محمد. وانت لك كمان بنتون جهاز ستيريو بنتون من العالميه للالكترونات. يا هلا بكم. شكرا. يا هلا بكم. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. مبروك. سيداتي وسادتي الظاهر فقرة الطائرة اليوم حنلغيها ونريح الجماعة من الأسئلة ونريحكم لأنه ضاق من الوقت. سادتي وسادتي شكرا وإلى اللقاء. Thank you.